يعطيكم العافية شباب وصبايا. رح نبدأ كلامنا عن النشاط الإشعاعي في فصل فيزياء النمو. في درس النشاط الإشعاعي في عنا تعريف للنشاط الإشعاعي. ما هو النشاط الإشعاعي؟ هو عملية الانبعاث التلقائي للإشعاع من النواة الغير مستقرة. يعني بكون عندنا نواة غير مستقرة، تصدر هاي النواة الغير مستقرة الإشعاع بشكل تلقائي. هلا بس تركز على شوية كلمات موجودة بهذا التعريف. في كلمة هون اللي هي كلمة تلقائي، يعني بحد ذاتها بدون مؤثر خارجي، هي النواة اصلا بتكون نواة غير مستقرة، بتروح هاي النواة بتصدر لك اشعاعات عشان تتحول لنواة مستقرة، فهي الاصدار للاشعاعها بكون بشكل تلقائي منها ذاتيا. هلا شو هو الاشعاع؟ اللي هو اشعاعات نووية بنسميها، اشعاع نووي قصدي بيصدر من داخل الانوية. راح ناخذ انواع هذا الاشعاع ممكن يصدر. خلينا الخص العملية هاي او التعريف هذا اللي هو النشاط الاشعاعي. بدي احكي لك انه في عندي نواة بتكون نواة غير مستقرة، هاي النواة الغير مستقرة بتطلع لك إشعاع معين، لسه بنعرف شو هو هذا الإشعاع، لسه ما درسناه، وإذا أصدرت أو طلعت هذا الإشعاع رح تحول إلى نواة مستقرة. إذا هو يحدث للأنوية غير مستقرة تصدر إشعاع فتحول إلى نواة مستقرة. يمكن بالبوكس الأسود هذا سهلت لك التعريف أو وصلت لك مفهوم التعريف، إنه النواة غير مستقرة تصدر إشعاع عشان تحول إلى نواة مستقرة. هلا شروط أي تفاعل اضمحلال؟ شو المقصود بالاضمحلال؟ اللي هو نشاط إشعاعي، اللي هو ظهور الإشعاعات في أي تفاعل لأنوية تصدر إشعاع بنسمي هذا التفاعل هو اضمحلال. هذا الاضمحلال له مجموعة من الشروط. فالشرط الأول في أي اضمحلال نووي هو تطبيق مبدأ حفظ الكتلة. هاي مبادئ الحفظ الأربعة ممكن تسأل عنها. اذكر الشروط الأربعة في أي تفاعل اضمحلال: مبدأ حفظ الكتلة، مبدأ حفظ الشحنة، مبدأ حفظ الطاقة، ومبدأ حفظ الزخم. تمام؟ اللي مبادئ الأربعة الفيزيائية في الحفظ في أي تفاعل بده يصير أو أي انبعاث نووي. لا، يجب تطبيق مبدأ حفظ الكتلة حتى يكون التفاعل صحيح. هي لازم يكون مبدأ حفظ الكتلة مطبق. شو يعني؟ يعني احنا نحكي عن تفاعل نواة غير مستقرة، تمام؟ تدخل في تفاعل تصدر إشعاع زائد نواة مستقرة. لازم تكون محصلة الكتل أو مجموع الكتل قبل التفاعل تساوي مجموع الكتل بعد التفاعل، تمام؟ قبل حدوث التفاعل تساوي بعد حدوث التفاعل. طيب كمان يجب تطبيق مبدأ اسمه مبدأ حفظ الشحنة. مجموع الشحنات قبل التفاعل لازم يكون مجموع الشحنات بعد التفاعل. كمان يجب تطبيق مبدأ حفظ الطاقة، مجموع الطاقة قبل التفاعل لازم تكون مجموع الطاقة بعد التفاعل. وتطبيق مبدأ حفظ الزخم الخطي، طبعا محصلة الزخم قبل التفاعل لازم تساوي محصلة الزخم بعد التفاعل. طبعا حتى تتأكد من أي تفاعل إنه صحيح أو لا لازم تطبق هدول الأربعة. طبقوا تفاعلك تمام صحيح 100% أو اضمحلالك أو نشاطك الإشعاعي صحيح، وهو النشاط الإشعاعي رح يكون على شكل معادلة كيميائية أو شكل تفاعل. فعشان هيك بطبق هاي مبادئ الأربعة. قبل ما أبدأ عن أنواع النشاط الإشعاعي وأنواع الإشعاع، بدي بس أحكي لك إنه الجهاز المستخدم للكشف عن الإشعاعات نستخدم جهاز معداد جايجر. هذا العداد يستخدم للكشف عن إشعاعات نووية، تمام؟ عشان أعرف المنطقة هاي في إشعاع نووي أو لا، بدخل مع هذا الجهاز بكشف لي عن وجود هاي الإشعاعات. مبدئياً رح نحكي عن ثلاث أنواع من الإشعاعات وهي الأهم. طبعا في دراسة أو في نهاية دراستنا هاي رح نوصل لأنواع، يلا ست أنواع من الإشعاعات رح أخذها في الأخير كملخص نهائي. بس هلا مبدئيا بالكتاب إحنا مهتمين بهاي الثلاث أنواع من الإشعاعات. النوع الأول إشعاع اسمه إشعاع ألفا، كاميرا بعيد الرمز هذا ألفا، إله عدد ذري مقداره 2 وعدد كتلي مقداره 4. طبعا بالتشابه أنا حاط إنه يشبه نواة ذرة الهيليوم، فإشعاع ألفا هو نفسه نواة ذرة الهيليوم. أستاذ نواة بتطلع نواة؟ بتكون النواة ثقيلة أو كتلتها عالية، فممكن تطلع جسيم، تمام؟ أو نواة جديدة. هاي النواة الجديدة تحمل كتلة وتحمل شحنة اسمها ألفا. الآن بيتا، طبعاً نحط له هون سالب واحد عدد ذري، وعندنا عدد كتل إلها يساوي صفر. هي تشبه تماماً الإلكترون، تحمل شحنة سالبة مثل الإلكترون، فهي يمكن التعبير عنها بالإلكترون. أستاذ لما تقول لي تشبه، يعني لما أنا أجاوب أحط ألفا أو هيليوم؟ طبعاً صح. أستاذ لما أجاوب أحط بيتا سالب أو أحط إلكترون؟ صح طبعاً. الآن الجاما تشبه الفوتون. هلا الجاما رمزها هي رمز الجاما صفر بصفر، لا تحمل لا كتلة ولا شحنة. خلينا نمشي بس هون على الجدول هذا نعبيه مع بعض. أول إشي بدي أبدأ بألفا. ألفا الآن دليلك على الكتلة بدي أحكي لك عن عدد الكتلي. ألفا نواة ذرة الهيليوم تحمل كتلة، وكتلة بدي أكتب عنها كبيرة نسبية. أستاذ كتلتها كبيرة كثير يعني زي الكرة؟ لا طبعا لا، إحنا بنحكي عن أنوية قاعدين، بس كتلتها نسبيا بقصد فيها مقارنة بهدول الإشعاعات هي كتلتها بتكون كبيرة. طب لما أدرس بيتا هاي شو بالنسبة لكتلتها؟ لا كتلتها بتكون صغيرة نسبيا. اللي بدي يستوعب كيف يا جماعة، دائما عشان تفهم هون طلع على التشابه باللون الأحمر.
لما تقارن لي نواة ذرة الهيليوم بالالكترون، طب انت بتحكي عن نواة فيها بروتون فيها نيوترون، هاي نواة وفي الكترونات حولها، قارن لي ابعاد او كتلة النواة بابعاد او كتلة الالكترون، الالكترون صغير جدا مقارنة بالنواة، فعشان هيك هون بقول عن بيتا انه كتلتها صغيرة. بالنسبة لالفا عفوا بالنسبة لجاما نحن قلنا تشابه فوتون فهي المفروض تكون عديمة الكتلة. طيب خلينا نحكي عن الشحنة. بالنسبة لالفا تحمل شحنة وشحنتها بتكون كبيرة نسبيا. هلا اذا حد يعترض علي بقول له من بكل بساطه احنا بنحكي عن نواة ذرة الهيليوم، الهيليوم بيحتوي هون لو سالتك كم عدد البروتونات اللي بتقول لي 2، كم عدد النيوترونات هون دير بالك مش 4 2 اللي هي العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات، 4 ناقص 2 تساوي 2. النيوترونات شحنتها متعادله صفر، فبصفي عندي شحنتين لبروتون، فشحنتها اصلا موجبه نوعها وهي تمثل شحنه تنتين بروتون لان هي مكونه من بروتونين. البيتا الآن خلينا نشوف تشابهها، هي تشبه الالكترون، شحنة الالكترون الواحد طبعا أكيد سالبة، بس شحنة الكترون واحد مقارنة شحنة اثنين بروتون إذا بتحكي عن شحنتها صغيرة نسبية. طب بالنسبة لجاما هي تشبه الفوتون والفوتون عديم الشحنة وعديم الكتلة، وهذا كلام متفقين عنه في فيزياء الكم، احنا متفقين إنه الالكترون إنه عفوا الفوتون هو جسيم أو كمة فيزيائية، هذا الكلام الفيزيائي، عديمة الشحنة وعديمة الكتلة. طيب خلينا ندرس عن الاختراق، ايش يعني قصدك استاذ الاختراق؟ قدرتها على اختراق الاجسام او اختراق المكونات المختلفه، والتأيين قدرتها، يا جماعه كلمه تأيين معناها تفاعل، فلما اقول لك قدرتها على التأيين يعني قدرتها على التفاعل، يعني في صفيحه او جسم اخترقوا الفا، قديش قدره الفا على التفاعل مع هذا الجسم اللي اخترقته، تمام؟ حدوث تفاعل كيميائي بينهم. المهم عشان نستوعب الاختراق بعطيكم طريقه سريعه او طريقه سهله تخليك تفهم او تحدد شو بصير. هسا الاختراق دائما يتناسب بعلاقه عكسيه مع الكتله، ليش؟ طبعا طبعا افسر لك ليش. الاجسام اذا كانت او هاي الاشعاعات النوويه اذا كانت كتلها كبيره فقدرتها على اختراق الاجسام بتكون قليله، كل ما قلت كتلتها بتدخل بين جزيئات الماده بكون اختراقها افضل، فالعلاقه بين الاختراق والكتله عكسيه. فلما احكي لك انه الفا كتلتها نسبيا كبيره هون بدي اقارن اختراق بالكتله، كتلتها نسبيا كبيره بقول اختراقها قليل او ضعيف، يعني قدرتها على الاختراق بتكون قليل. لما تحكي لي عن بيتا انه كتلتها صغيره مباشره بقول لك والله انه قدرتها الاختراق كبيره، ولما تحكي لي عن جاما انها عديمه الكتله بقول لك والله قدرتها الاختراق هائل لانه هي عديمه الكتله عندها قدره عاليه على الاختراق. عشان تتذكر اختراق قدرته عكسيه او علاقته عكسيه مع الكتله. نيجي الان لقدره على التفاعل او التأيين، هو بيعتمد او التفاعل او التأيين بيعتمد طرديا مع الشحنه، يعني قدره الماده على التفاعل بيعتمد على شحنتها، التفاعل بيحتاج الى تبادل الشحنات او تفاعل الشحنات مع بعضها البعض، تفقد الالكترون تكتسب الالكترون الى اخره من النشاطات المختلفه. فلما بدي احكم على التأيين بدي احكم على الشحنه، لما تقول لي انه الفا شحنتها كبيره نسبيا بقول لك انه التأيين تبعها بده يكون كبير لانه علاقته طرديه مع الشحنه. لما تقول لي بيتا كتلتها او شحنتها عفوا صغيره بقول لك والله انه قدرتها على التأيين بتكون صغيره. ولما بتقول لي انه جاما هي اصلا عديمه الشحنه اذا المفروض تأيينها قليل جدا او لا تتأين اصلا لانها عديمه الشحنه. طيب هلا قدرنا احنا نصنفهم، انا بدي احط لك اياهم بس تحت هون عشان ضلك متذكر معي انه اذا بدك تحدد الاختراق دائما الاختراق علاقته عكسيه مع الكتله، فانت تعرف مين اعلى كتله بتعرف مين اقل اختراق، وبدك التأيين فعلاقته طرديه مع الشحنه، يمكن هدول الاستنتاجين بخلينا عندنا نميز اشعاعات نوويه. اذا اخذنا ثلاث انواع اشعاعات نوويه وقدرنا نميز بين كل اشعاع والاخر. خلينا نبدا باول واحد اللي هو الفا 2 في 4. أنا حاط هون كلمة ضمحلال ألفا، يعني أنا في عندي عفوا في عندي نواة غير مستقرة بدها تصدر إشعاع اسمه ألفا عشان تتحول لنواة أكثر استقرارا. هلا الكلمة الأصح هون أكتب أكثر استقرارا، ليه؟ رح تلاقيها بالكتاب، لأنه بقول لك مش شرط الإشعاع إنه يصدر نواة مستقرة، يمكن لسه هاي النواة ما استقرت بس بدها تكمل تصدر إشعاعات جديدة عشان تصير مستقرة. يعني أنا بقصد مش النواة إذا أصدرت إشعاعات خلص صارت نواة مستقرة، لا، هلا ممكن هاي النواة أصدرت إشعاعات بس لساتها مش مستقرة، بتروح النواة الناتجة من هذا الاضمحلال بتدخل أو بتعمل كمان إشعاع عشان تتحول لنواة مستقرة، تمام؟ طيب هلا شو يعني اضمحلال ألفا؟ هو ظهور ألفا، وليش الأنوية بتظهر ألفا أو ليش بتطلع إشعاع اسمه إشعاع ألفا؟ بكون عند هاي الأنوية فائض، هي ركز شو بدي أكتب، فائض في عدد البروتونات وكمان عندها فائض في عدد النيوترونات. يعني بكون عندها عدد كبير من البروتونات
وبكون عند عدد كبير من النيوترونات داخل النواه، فهي بتحاول تتخلص منهم. كيف؟ عن طريق انبعاث الفا. فلما يسالك انه ليش تنبعث او ليش تضمحل النواه مصدره الفا او منتشره الفا، بقول له فائض في عدد البروتونات وفائض في عدد النيوترونات. يلا طلع عندي، اذا في نواه بدها تضمحل وتصدر لي الفا زي نواه اسمها اكس، لها عدد كتلي A وعدد ذري Z. هاي النواة قررت أنه إياك أنه خليها تطال تبعث ألفا. إذا تبعث ألفا مباشرة النواة الناتجة سميتها Y عشان ميزها عن هاي، عددها الكتلي لازم يقل عن X بمقدار 4 والذر يقل بمقدار 2. هيك أنت قادر على إنتاج نواة ذرة الهيليوم 2 في 4 أو الألفا 2 في 4 هي نفسها. أنا حكت لك صيغة التفاعل كيف بيصير. فالنواة الغير مستقرة يعني لو سألتك كسر التفاعل هاب اي انواع اكثر استقرارا X او Y؟ مباشره Y. طب ما هي X اصلا اصدرت الفا عشان تحول نواه او تحاول التحول الى نواه اكثر استقرارا. طيب هل عندي X الى عدد كتلي A وعدد ذري Z؟ العدد الكتلي يقل بمقدار 4 والعدد الكتلي يقل بمقدار 4 والذري يقل بمقدار 2، وهيك انا قدرت انتج نواه ذرات الهيليوم. انا اتفقت معك اليوم انه اي تفاعل احنا لازم نطبق الاربع شروط هاي. تعال نعمل فحص صغير ونشوف هل طبقت هذه المعادلة الشروط أو لا. طيب الشرط الأول كان بيحكي عن حفظ كاف الكتلة. هلأ الكتلة قبل التفاعل A، العدد الكتلي يشير إلى الكتلة اللي هو A. هلأ بعد التفاعل قربت هذا السهم الموازن يا جماعة، قربته إلى يساوي هون A ناقص 4 وهون العدد الكتلي كم؟ 4. موجب 4 سالب 4 مع بعض، إذن A تساوي A. إذن والله تم تطبيق مبدأ حفظ الكتلة أو مبدأ حفظ العدد الكتلي. 2 مبدأ حفظ العدد الذري اللي هو ش يعبر عن الشحنة. قبل التفاعل كان عدد ذري زد، بعد التفاعل صار زد ناقص 2 وعندي هون زائد 2 موجب 2 سالب 2 مع بعض، والله زد تساوي زد. ممتاز، تم تطبيق مبدأ حفظ الشحنة. لو جربت مبدأ حفظ الطاقة 3 قبل التفاعل من عندي بدفتر الرقم، كانت الطاقة مثلا تساوي 20 ميجا إلكترون فولت. بعد التفاعل هي حفظ طاقة، بعد التفاعل صارت مثلا الطاقة هون 15 مثلا ميجا الكترون فولت، او خلينا نحكي هون مثلا 10 ميجا الكترون فولت و10 ميجا الكترون فولت. نحكي عن الزخم 3 حفظ الزخم، والله الزخم كان قبل يساوي 20، صار عندي الزخم هون مثلا يساوي 15 وهون 5 وهون 10 وهون 10. انا هاي الارقام مش مهتم فيها، انا بس مهتم اني اورجيك انه في اضمحلال الفا تم تطبيق مبادئ الحفظ الاربعه. كل اضمحلالات الفا بتطبق مبادئ الحفظ الاربعه: حفظ الطاقه، حفظ الكتله، حفظ الزخم، حفظ الشحنه. وملاحظه صغيره أستاذ، هل نواة الإكس نفس واي مستحيل؟ طبعاً لا، بسبب اختلاف العدد الكتلي والعدد الذري مباشرة بحكي إنه رمز العنصر يختلف، وطبعاً تبعاً لذلك يختلف اسمه، يعني اسم العنصر كله يختلف عند اضمحلال أو عند ظهور إشعاعات ألف. نحكي عن اضمحلال بيتا أو إشعاع بيتا كيف يظهر. أول إشي إذا سألك إنه ليش اضمحلال بيتا أو ليش بظهر بيتا، بظهر في أنوية عندها فائض في عدد النيوترونات. بدي اسالني استاذ وين هاي الانويه؟ اذا متذكرين في منحنى الاستقرار كانت في الان تساوي الزد، يعني عدد البروتونات وعدد النيوترونات كان متساوي، وكانت العناصر تطلع فوق منحنى الاستقرار، هاي العناصر اللي هون اذا متذكرين الرسمه، فهاي فيها الان او عدد النيوترونات فيها اكبر من عدد زد البروتونات. هاي الانويه بتحدث عنها، بكون في عندها فائض في عدد النيوترونات. شو بتسوي هاي الانويه؟ واسمعني شوي، طلع يلا اسمعني. هلا كيف بينبعث اصلا اشعاعات بيتا؟ بدي اجيب نواه اسمها اكس، لها عدد كتلي A وعدد ذري Z. هاي النواه تضمحل متحوله الى نواه جديده اسمها Y. نواه Y عدد الكتلي يبقى ثابت نفس الاكس، والاختلاف العدد الذري يزيد العدد الذري بمقدار 1، وهيك تنبعث الالكترون سالب 1 بصفر اللي هو نفسه بيتا سالب 1 بصفر. طبعا هل تختلف استاذ النواه؟ طبعا احنا قلنا الالفا النواه بتختلف طبعا لانه عددها الذري اختلف، بالالفا قللنا العدد الذري بمقدار 2 والعدد الكتلي قللناه بمقدار 4، وهون ما عدنا العدد الكتلي بس زدنا العدد الذري بمقدار كم؟ 1. طيب هلا انبعث بيتا، وانا سؤالي لك استاذ، البيتا هي نفس الالكترون وهي الانبعاثات تظهر من داخل الانويه او من جوا النواه، ليش هي استاذ النواه تحتوي على الكترون؟ طبعا لا. طب منين اجى الالكترون؟ بعيد سؤالي كمان مره على شكل نص بدي اكتب لك اياه. كيف ينبعث الكترون من النواه مع انه ليس من مكوناتها؟ كيف صدر الكترون من جوا النواه هون اللي هو بيتا
مع ان الالكترون مش مكونات النواه، النواه مكوناتها بروتون موجب الشحنه ونيتون متعادل كهربائيا. فكيف صدر الالكترون؟ شوف العلماء شو بيحكوا لك عشان يفسروا انه منين اجى هذا الالكترون. احنا قلنا انه هاي الالومنيوم بعثت بيتا هاي السالبه عشان عندها فائض في عدد نيوترونات. لعاد شو بصير جوا النواه؟ اسمعني شوي، انا عندي عدد نيوترونات كبير، تيجي واحد من هاي النيوترونات عددها كبير، اذا حاورجيك اياها برسم عشان تستوعب الموضوع. هاي النواه مثلا عندها مجموعه من النيوترونات وهي عندها بروتون. مشكلتها هاي النواه انه عدد نيوتروناتها كبير، بتروح بتحول البروتون لنيوترون، بتروح تحول عفوا النيوترون الى بروتون. اعيدها، بدها تحول واحد من هاي البروتونات، طبعا بالاخضر هيو نيوترون نيوترون وبالاحمر بروتون. عندي فائض في عدد النيوترونات، عددها كبير، بتقول تعال انت هذا النيوترون بدي احولك عشان تصير بروتون، هيك بخفف من عدد النيوترونات. بس كيف عمليا بتم؟ استنى شوي، شوف علي. بصير عندي اضمحلال للنيوترون، النيوترون صفر بواحد، النيوترون غير مشحون متعادل كهربائيا، حطيته عند العدد الكتلي مقدار واحد، هذا مقدار ثابت طبعا، عدد الكتلي والذري. الان النيوترون هذا عندما يضمحل او يتحلل يتحول الى بروتون واحد بواحد مع الكترون سالب واحد في صفر، اللي هو نفسه استاذ البيتا. من هون ظهر الالكترون ناتج من تحلل النيوترون. عندما يتحلل النيوترون يا جماعه ينتج بروتون وينتج الكترون، هذا هو الالكترون، هذا هو بيتا اللي قاعد تحكي عنه. واحكي لك دليل على كلامي، انت حللت نيوترون يعني خسرنا شيء من النيوترونات، بالمقابل زاد عدد البروتونات بمقدار كم؟ واحد. واللي بدي اسالني استاذ طب ما انت خسرت نيوترون، ليش العدد الكتلي زاد زي ما هو؟ اوكي خسرت نيوترون بس كسبت بداله ايش؟ بروتون، فما تغير العدد الكتلي. اعيدها للمسوع بالضبط شو حكيت. انا قللت عدد نيوترونات بمقدار واحد، خسرت النواه نيوترون، بس بالمقابل شو جبت للنواه؟ بروتون. واحنا بنعرف العدد الكتلي هو عدد البروتونات والنيوترونات، انت اخذت واحد ضفت واحد، عدد كتلي شو ماله؟ ثابت. بس بالمقابل عدد البروتونات اللي هو الزد العدد الذري زاد بمقدار واحد لانه انتجت بروتون. طيب استاذ لما تصير هاي العمليه ايش معنى الالكترون بيطلع من النواه على شكل بيتا والبروتون بضل قاعد جوا النواه؟ اجاوبك، اعيد كمان مره، النيوترون بمحل انتج بروتون والالكترون، ايش معنى البروتون ضل جوا النواه؟ هاي بكتب لك عليه، هذا يبقى داخل النواه بس هذا يغادر النواه على شكل طبعا اشاعات بيتا السالبة. ايش معنى؟ عشان اجاوبك هذا السؤال بدي احكي لك عن اخر درس في فيزياء الكم، اخذنا عن كلام للعالم تي بروي. للي متذكره، تي بروي تمكن من حساب الاطوال الموجية للاجسام المادية، تمام؟ فلما تعمل مع بروتون والالكترون، خليني بس اسالك عن اطوالهم هلا الموجية، طلع علي. إذا اجيت احسب الطول الموجي لبروتون فيساوي ها على كافة لكتلة في سرعة، كتلة بروتون. وإذا جيت وياك نحسب الطول الموجي للإلكترون أو للبيتا هي تساوي ها على كاف فعل، هاي كتلة الإلكترون. وعند المقارنة بلاقي إنه كتلة البروتون هي أكبر من كتلة الإلكترون. وزي ما بنلاحظ العلاقة بين الكتلة والطول الموجي علاقة إيش يا جماعة؟ علاقة عكسية. لهيك بكون طول موجة البروتون أقل من طول موجة الإلكترون. لهيك طول موجة البروتون قليلة بتكون أقل من أبعاد النواة، طول موجته أقل من أبعاد النواة فيبقى داخلها. بينما لو أدرس الإلكترون طول موجة الإلكترون أكبر من أبعاد النواة فيغادرها على شكل بيتا. طب أستاذ أنا هسه لما يجيني السؤال إنه لماذا بقي البروتون داخل النواة والإلكترون غادرها، بدي أكتب كل هذا وبدي أرسم رموز؟ لا لا لا، أنا هذا كتبت لك إياه أنت عشان تكون فاهم شو بدك تجاوب. بس لو بدي أجاوب بقول بكل بساطة، كتلة البروتون كبيرة يستقر داخل النواة لأنه طوله الموجي قليل أقل من أبعاد النواة، بينما كتلة الإلكترون صغيرة فيكون طوله الموجي كبير فيغادر النواة. هون باللون الأحمر تفسير لماذا يغادر الإلكترون ويبقى البروتون داخل النواة، وهون فسرنا من وين إجى أصلاً الإلكترون، ليش صار اضمحلال الإلكترون. تعالوا نجرب نشوف هل يمكن تطبيق مبدأ حفظ الطاقة والزخم والكتلة والشحنة. نطبق مبدأ يا جماعة، خليني أبدأ مبدأ حفظ الكتلة. كتلة A بعد التفاعل يساوي، عملناها بالألفة يعني موضوع بسيط، هون عدد الكتلة بعد التفاعل A وهون عندي عدد كتلي صفر، A تساوي A، تم تطبيق مبدأ حفظ الكتلة، ممتاز. نيجي اثنين، نطبق مبدأ حفظ الشحنة، قبل التفاعل Z بعد التفاعل Z زائد واحد، وهون بعد التفاعل سالب واحد موجب واحد سالب واحد Z تساوي Z، تم تطبيق مبدأ حفظ الشحنة. نيجي ثلاث، نطبق مبدأ حفظ الطاقة، الطاقة مثلا قبل التفاعل كانت 20 ميجا الكترون فولت،
بعد التفاعل صارت مثلا تساوي هون 15 ميجا الكترون فولت زائد 2 ميجا الكترون فولت. ستوب استاذ، لم يتم تطبيق مبدا حفظ الطاقه. استاذنا سنحل المشكله هاي، تعالوا نطبق مبدا حفظ الزخم. 4 قبل التفاعل كان زخم مثلا 15، بعد التفاعل 12 زائد 1. اوكي لم يتم التطبيق. استاذ في عندي نقص في الطاقه والزخم، اعيد لك اياها كمان مره. عند تطبيق مبدا حفظ الطاقه والزخم في محلال بيتا نلاحظ أنا مبدأ حفظ الكتلة تم تطبيقه، مبدأ حفظ الشحنة تم تطبيقه، ولكن مبدأ حفظ الطاقة والزخم لم يتم تطبيقه. هاي مشكلة مواجهة. وين النقص بالضبط صار؟ صار بالنواتج. يعني هون النقص، في عندي نقص في طا وفي خا، نقص في طاقة ونقص في زخم. كيف بدي أفسر النقص هذا؟ أنا مش رح أفسره. في عالم اقترح، دير بالك، اقترح يعني فرض افتراض من العلماء، هو العالم افترض هذا اسمه العالم باولي. استاذ شو اقترح؟ اقترح انه وجود اشعاع يرافق بيتا دائما، يعني في موجات او في اشعاع، او اذا بدك انا مش حاب اسميه جسيم لانه لا يحمل كتله، في اشعاع يرافق البيتا، وهذا طبعا البيتا السالب، سالب واحد بصفر، تمام؟ وهذا الاشعاع مرافق بيتا اسمه، طلع شمزه في فوقيها شحطه، اسمه ضديد نيترينو او مضاد نيترينو او انتي نيترينو. هذا الانتي نيترينو هو يرافق بيتا. طب استاذ ليش حطيناه؟ عشان اعادل مبدا حفظ الطاقه والزخم. انت نقصك هون بمقدار الطاقه بمقدار 3، وهون نقصك عفوا بمقدار الزخم كان يساوي 2. هذا الثلاث والاثنين مين بياخذهم؟ ايش يرافق بيتا دائما اسمه ضديد النيترينو. ولكن ضديد النيترينو اللي بدي احكي عنه هسه، ركز شو بدي احكي عنه، هو يعني عديم الكاف وعديم الشي. هلا عديم الشي متفقين عليها، بس تقول كتلته الى الصفر، مش راح احكي لك انه كتلته، لانه في واحد راح يعترض علي يقول لي استاذ طب كيف قاعد بتقول لي انه عديم الكتله ويحمل طاقه ويحمل زخم؟ لانه على قانون الطاقه، الطاقه تساوي نص كاف في عين تربيع، والزخم يساوي كاف في عين. هي في كتل هون، انت بتناقض بحالك. لا انا ما بناقض، انا بقول لك تقول كتلته الى الصفر. بس هسه في دراستنا احنا نفترض قاعدين انه ضديد النيترينو عديم الكتله لانه الكتله محفوظه، عديم الشحنة لأن الشحنة محفوظة، ولكن هذا ضديد النيترينو يحمل طاقة ويحمل زخم. إذا استنتاج هسه من كلامي إنه البيتا السالب واحد صفر لا تخرج لوحدها في الأنوية، يخرج معها جسيم اسمه ضديد نيترينو. ليش أستاذ؟ حتى يعادل لي الطاقة ويعادل الزخم، تمام؟ طيب كمل كلامنا هسه. أستاذ زي ما في أنوية في عندها فائض في عدد نيترونات، أنت ليش ما حكيت عن أنوية عندها فائض في عدد البروتونات؟ ممتاز، طبعا صح الكلام. زي ما انت تعاملت مع انوية وحليت مشكلة الانوية اللي عندها نيترونات عددها كبير، فحل لي مشكلة الانوية اللي عندها عدد البي البروتونات كبير. طيب كيف بدي احل لك اياها؟ بدي احكي لك انه في نواة اسمها اكس عددها الكتلي A وزد، لساتنا ضد محلال بيتا يا جماعة طبعا. الان تصدر نواة جديدة اسمها واي، لا يختلف عدد الكتل يبقى ثابتا كما هو. الزد تنقص بمقدار واحد، يعني بقل عددها الذري بمقدار واحد، وهيك بصير عندنا انبعاث لجسيم الكترون موجب واحد بصفر. حاب تكتب بيتا موجب واحد بصفر استاذ، عشان هيك انت كنت مركز هون على انه بيتا سالب، بيتا سالب لما طلع في بيتا موجب طبعا. وهي البيتا موجب من تصدر من الانويه اللي بيكون في عندها فائض في عدد البروتونات، تمام؟ كيف بتصدر هذا البيتا؟ اورجيك. زي ما عملت لك هون، مش عندك فائض بروتون، تعال نمسك بروتون، بروتون واحد بواحد له شحنه موجبه، عدد الكتل يساوي واحد. يضمحل بروتون مصدرة نيترون صفر بواحد زائد بيتا موجب واحد بصفر. طب استنى شوي، النيترون بظل جوا النواة، يبقى داخل النواة، بينما البيتا هذا الموجب اللي هو بنسميه علميا بوزيترون، اسمه بوزيترون يا جماعة، تمام؟ بيتا سالبة، اوكي؟ والموجب من بيتا شو بنسميه؟ بوزيترون، لأن هذا يغادرها. ليش أستاذ يغادرها؟ هلا حكيت لك هون، كتلة النيترون كبيرة فيكون طوله الموجي قليل، كتلة البيتا بتكون قليلة فبكون طوله الموجي عالي. هلا عشان بس أوضح لك شغلة، مجرد ما تحكي عن كتلة أنا بعتبرك جوابك صح، يعني لو تيجي تفسر هيك بتقول لي والله يا أستاذ كتلة النيترون كبيرة فيبقى داخل النواة، بس كتلة البيتا بتكون صغيرة يغادر النواة، أوكي ما عندي مشكلة، عادي جاوبت أنت جواب صحيح. ضمنيا درست دي براي وعلاقته بالطول الموجي. انا فسرت لك هسه انه على فكره انا شو استفدت هون، انه انا استهلكت واحده من البروتونات الموجوده داخل النواه وانتجت مكانها نيترون، عكس الكلام هذا.
هون انا استهلكت نيترون انتج مكانها بروتون، هون استهلكت بروتون انتج مكانه نيترون، عشان هيك عدد البروتونات قل بمقدار واحد. طب زياده النيترونات اثرت؟ اه مو ضل العدد الكتلي ثابت، اخذت بروتونه اعطيته نيترونه، عشان هيك الاي ما تاثر، بس الزد قل بمقدار واحد انك عملت اضمحلال ل بي بروتون. طب هذا التفاعل هي يطبق مبدا حفظ الطاقه والزخم والكتله والشحنه، ويطبق شحنه يطبق كتله ويطبق شحنه، ولكن لا يطبق لا طاقه ولا زخم. استاذ رجعنا للمشكله هاي، حلو، ورجع كمان مره باوي عمل نفس التفسير هناك، قال لك يا عمي اذا بتطلع عندك بيتا الموجب 1.0 اللي هو نفسه الكترون موجب 1.0 يرافقه دائما خروج النيترينو، مش هناك حكينا في ضديد نيترينو، هون بخرج معه نيترينو السالب بيجي له هون شحطه، في شيء هاي موجب في شيء خلص نيترينو انتي نيترينو او مضاد نيترينو. اذا خروج البيتا السالب رافق خروج مضاد نيترينو او انتي نيترينو او ضديد نيترينو، وخروج البيتا الموجب او الالكترون الموجب يرافق خروج النيترينو. تابع في اضمحلال جاما، شو سبب ظهور او اضمحلال او ظهور اشعاع جاما؟ هو فائض طاقه فقط، لا عندي فائض كتله ولا فائض شحنه، لا فائض في عدد البروتونات ولا فائض في عدد النيترونات، تمام؟ احنا عندنا مشكلتنا بس بكون في طاقه زائده لدى النواه. طيب استاذ مثل لي اضمحلال جاما، بكون عندنا نواه اكس اي زد تضمحل، منتجه النواه اسمها واي برضو اي وزد، بدي احط على هاي النواه بس هيك ستار للدلاله على انه هاي النواه مثاره او غير مستقره لانها تحمل قدر من الطاقه، مع ظهور اشعاعات الجاما 0.0 اللي تشابه الفوتون في خصائصها. لا بدي بس بدي اياك تلاحظ شغله او تركز معي بشغله، لاحظ ان النواه عددها الذري بقي ثابتا وعددها الكتلي ثابتا، اذا هون لا يتغير لا اسم ولا رمز النواه، لا يتغير اسم او رمز النواه. في اضمحلالات الالفا كان يتغير اسم النواه، طبعا يتغير لانك غيرت الزد اللي هو العدد الذري، في اضمحلالات بيتا السالبه كان تغير زد فعشان كان في اضمحلال البوزيترون والبيتا الموجب كمان كانت غير اسم النواه، بس في جاما لا. استاذ هي تطبق مبادئ الاربعه، نعمل تشيك سريع، A تساوي A هي ماشي هون امشي معي عدد كتلي كتله A A زائد هون صفر، اذا نطبق مبدا حفظ الكتله. اثنين استاذ هي تطبق مبدا حفظ الشحنه، نجرب زد تساوي امشي معي زد هي زد زائد هي هون عندي صفر، اوكي اذا نطبق مبدا حفظ الشحنه. هلا ثلاث واربعه كمان تم تطبيق منه مبدا حفظ طا طاقه ومبدا حفظ خا الزخم. اذا جميع مبادئ الحفظ مطبقه في اضمحلال جاما. اذا جاما لا تغير من نوع النواه، تحافظ على نوع النواه. في عندنا مثال في الكتاب هون، طبعا هذا بيجينا طبعا اسئله سنوات فينا نركز عليه شوي وننتبه له شوي. في عندنا نواه هون اللي هي زميخ اي اس 76 ب 33، هاي النواه الان اضمحلت اظهرت نواه الاس اي، طلع لي على اضمحلال هذا قسمه لجزئين، الجزء الاول هاي باللون الازرق ركز معي هاي قسمته هيك، انا بدرس قاعد الجزء هذا او الطرف هذا من المعادله هون طلع عندي هون، اضمحلت نواه الاي اس فتحولت نواه الاس اي باعثه اشعاع بيتا السالب، اوكي؟ طبعا بيتا ما بطلعوا لحاله، هي هون اشتغلت على القاعده تبعت العالم باولي اللي اتفقنا عليها انه لا تطلع بيتا لحالها، بتطلع معها مضاد او انتي نيترينو، ليش؟ لانه انتي نيترينو عشان يطبق مبدا حفظ الطاقه ومبدا حفظ الزخم. طيب البيتا ما طلعت لحالها بتطلع معها ضديد نيترينو، كميه الطاقه خسرتها النواه اثناء انتقالها من اي اس الى اس اي كانت تساوي 2.97 ميجا الكترون فولت. لهلا تمام؟ اذا عشان تستقر هاي النواه لازم انها تبعث بيتا، وغير هيك لازم تخسر طاقه مقدارها 2.97 ميجا الكترون فولت. طيب شوف لي الجزء الثاني هسه او الطريقه الثانيه. انا بحكي عن طريقه هي باللون الازرق، هاي طريقه رقم واحد، الطريقه الاولى لحصول الاضمحلال. هلا هون بحكي هون عن طريقه اسمها طريقه اثنين او الطريقه الثانيه، طلع لي شو بصير بالطريقه الثانيه وركز معي. شوف علي. الاي اس الان اضمحلت الى نواه الاس اي 34.76 باعثه بيتا، استاذ ولا بيفرق عن هاب، تمام؟ وهو نفس الشيء لهلا ما في اختلاف، اصدرت البيتا سالب 1.0 مع ضديد او مضاد النيترينو، بس كميه الطاقه اللي خسرتها النواه حاطط لك اياها هون، طلع السهم من هون من البدايه لحد ما اوصل للاس اي كان 2.41 ميجا الكترون فولت. استاذ ما معنى هذا الكلام؟ احنا قلنا النواه حتى تستقر قديش لازم تخسر؟ 2.97، هل هون استقرت؟ لا، شو حطت عليها؟ ستار، لسه مش مستقره. هي مش مشكلتها بعددها الكتلي وعددها الذري، لاحظ العدد الكتلي والذري تبعها نفس العدد الكتلي للنواه والذري للنواه المستقره هاي، بس هي مشكلتها فائض طاقه، لسه في عندها طاقه لتخسرها. بتروح النواه بتتحول من نفسها ونفس الرمز ونفس العدد الكتلي والذري الى نواه بنفس الرمز ونفس العدد الكتلي والذري باعثه جاما 0.0،
لا راح يأثر لا على العدد الكتلي ولا راح يأثر على العدد الذري. بس القامة حملة الطاقة مقدارها 56% ميجا إلكترون فولت. هلا اللي صار إنه قامة بس عادل الطاقة فخلت النواة تستقر. النواة اللي هون هي نواة مستقرة. أستاذ شو أفهم من هذا الرسم؟ أنا بقدر أجيب لك أتلاعب لك في الطاقات، يعني بكل بساطة بعطيك الطاقة هاي 2.97 وباجي بعطيك مثلا الطاقة هاي 2.41 هاي ما بعطيك إياها، وبكل بساطة بسألك بقول لك كم طاقة قامة؟ طب هو بكل بساطة 2.97 ناقص 2.41 تساوي 56%، ممتاز حسبنا طاقة قامة. أو بقدر أخلي مثلا هاي مجهولة وأقول لك هون في الشكل كم طاقة جسيمات أو إشاعات بيتا هاي، بكل بساطة بجمع الطاقتين هدول عشان أطلع الطاقة هاي. وصلت؟ أنا بحكي عن أفكار لقامة. وفي أي محلل بتشوف إنه العدد الكتلي والذري بقي ثابت تعرف إنه هو عبارة عن قامة. طيب جزء من دراستنا بدنا نحكي عن إشي اسمه سلاسل الاضمحلال. ما هي سلسلة الاضمحلال؟ تمام؟ سلسلة الاضمحلال هي عبارة عن مجموعة من الاضمحلالات أو الإشاعات النووية إذا بدك تمر فيها نواة غير مستقرة من أجل التحول إلى نواة أكثر استقرارا. هالتعريف اللي حكيت لك إياه أنا بدي أحول إلى رسمة صغيرة على اللوح راح يسهل عليك فهم الموضوع. يعني أنت بتحكي لي يا أستاذ إنه أنا ببدأ كل كلامي بنواة بتكون نواة ثقيلة غير مستقرة. إذا نتذكر الأنوية الثقيلة قلنا اللي كان فيها الال هو عدد الكتلي بيزيد عن مقدار 80، فهي أنوية بتكون نسبياً تكون ثقيلة. هاي النواة غير ثقيلة ببدأ فيها كل شغلي. شوف علي شو بصير بهاي النواة. أول إشي هاي النواة بتروح تصدر إشعاع، هي راغبة بالتحول أو تريد تحول إلى نواة أكثر استقرارا فبتصدر إشعاع. وخلينا أرقم هذا الإشعاع وأحط عليه رقم 1، فبتروح هاي النواة بتتحول إلى نواة جديدة اسمها نواة إكس مثلاً، لأن هاي النواة كانت غير مستقرة فتحولت إلى نواة جديدة. هل إكس يا أستاذ مستقرة؟ لا. فإكس عشان تصير أكثر استقرارا راحت برضو بعدت إشعاع أو أصدرت إشعاع. إن الرقم نحط له إشعاع 2، ما بعرف شو نوع أحد إشعاعات النووية اللي إحنا بنعرفها. لا، الإكس برضو غير مستقرة، راحت الإكس كمان مرة محلت هيك وعطتك نواة جديدة اسمها نواة واي. أستاذ هاي الواي مستقرة؟ بدي أقول لك لا، واي برضو مش مستقرة، راحت واي أصدرت إشعاع اسمه إشعاع أو الرقم رقم 3، فتحولت لنواة جديدة اسمها نواة الزد. هاي نواة الزد. هلا نواة الزد هاي هي الأكثر استقرارا، توقف الاضمحلال لعندها. هاي اسمها سلسلة، بدأت بنواة ثقيلة غير مستقرة انتهت بنواة أكثر استقرارا. هلا هاي غير مستقرة، بتحكي لي مين أكثر نواة مستقرة في الشكل؟ بقول لك الزد. هلا ليش؟ الإكس يا جماعة لو أنا مستقرة كان وقف الاضمحلال عندها خلص، ليش تصدر إشعاع لو أنا مستقرة؟ الواي اللي هي مستقرة لا لساتها بتصدر إشعاع. الأكثر استقرارا في كل هاي المتسلسلة هي نواة الزد، وبتكون دائما الزد اللي هي نهاية المتسلسلة بتكون أحد نظائر البي بي اللي هو الرصاص، زي ما راح نشوف لقدام بالأسئلة بتكون أحد نظائر الرصاص. طب شو هي النواة الثقيلة أستاذ؟ برضو النواة الثقيلة، شوف النواة الثقيلة بتكون أحد الأنوية الثلاث التالية، راح ندرس ثلاث أنوية. النواة الأولى اللي هي نواة اليورانيوم اللي هو أذكرك يورانيوم 92-230-38، أو هاي النواة بتكون نواة أكتينيوم اللي هي نظير يورانيوم 92-230-35، يا بتكون نواة ثوريوم 90-230-32. هلا لو بدأت المتسلسلة باليورانيوم نسميها سلسلة، هاي ركز معي شو بدي أحكي، نسميها سلسلة يورانيوم. لو بدأت المتسلسلة بالأكتينيوم كان سميناها سلسلة أكتينيوم، لو بدأت بالثوريوم كان سميناها سلسلة ثوريوم. فالسؤال بديهي له إنه يقول لك ما اسم المتسلسل ويعطيك هاي الرسمة كاملة، مجموعة من الأنوية بتضمحل بتصدر إشعاع حتى تتحول لنواة أكثر استقرارا. شو اسم المتسلسل؟ بتشوف النظير اللي بدأت فيه أو النواة غير مستقرة أو الثقيل اللي بدأت فيها المتسلسلة. لو بلشت ب 92-238 كان قلت له سلسلة يورانيوم، لو بلشت بيورانيوم 92-235 كان قلت له سلسلة أكتينيوم، لو بلشت بالثوريوم 90-232 كان قلت له سلسلة ثوريوم. ملخص للي وصلنا له مع بعض، وركز معي بالأسئلة راح أرجع أذكرك بهذا الملخص، بس حاب أعمله هون. شو هي الإشعاعات النووية ممكن تظهر؟ الإشعاع النووي، شوف أنت راح تدرس إشعاعات أو الإشعاع النووي بثلاث أنواع. راح تدرس أول شيء إشعاعات الألفا 2 في 4 اللي بتشابه نواة ذرة الهيليوم 2 في 4، انتبه هي أول واحد.
اثنين ممكن يظهر البيتا سالب 1 بصفر اللي هو يشبه الالكترون سالب 1 بصفر اللي ما بيطلع لحاله بيطلع معه ضديد نيترينو. اذكرك قلت لك اذا حطيت لها انت سالب بيطلع معها ضديد نيترينو اللي فوقيه الشحطه. فسر ظهور ضديد النيترينو حكينا حتى يعادل الطاقه ويعادل الزخم. هلا ثالث نوع من انواع الاضمحلال ممكن تظهر او الاشعاعات ممكن تظهر، ممكن يظهر الالكترون موجب 1 بصفر اللي بيطلع مع النيترينو، حكينا هذا اسمه اكتب لك جنب كل واحد اسمه، هذا حكينا الفا بيتا او الكترون، هذا بوزيترون. طيب الاضمحلال الرابع ممكن يطلع لنا يمكن يطلع جاما صفر صفر، عديم الشحنه عديم الكتله يحمل طاقه اللي هو الجاما. هلا انا بدي احكي لك كمان مفيد اضمحلالات ممكن تظهر، لانه شفنا احنا اضمحلال للبروتون 1 بواحد و6 النيترون 0 بواحد فهم 6. اي اضمحلال نووي بده يكون واحد من هدول الستة المرتبات عندك، بتقدر توقف الفيديو وتاخذهم عندك على ورقه وراح اذكرك فيهم.